السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل محاضرات الاستشعار عن بعد المتقدم. محاضرة اليوم ستكون عن المعالجة الرقمية للمرئيات Digital Image Processing. في عالم اليوم الذي تنتشر فيه التكنولوجيا الرقمية، يتم تخزين أغلب بيانات الاستشعار عن بعد في صيغة رقمية أو على شكل ديجيتال فورمات، وتصبح بالتالي قابلة للمعالجة الرقمية بطريقة أو بأخرى بشكل أو بآخر. تشمل عملية المعالجة الرقمية إجراءات معينة، أهمها تهيئة وتصحيح البيانات الخام (formatting and correcting of the data). أيضاً لدينا عمليات التحسين الرقمي Digital Enhancement للبيانات من أجل تفسير أفضل، ولدينا عملية التصنيف الآلي للبيانات Automated Classification. من أجل أن تتم معالجة البيانات الاستشعارية رقميا، يجب علينا في البداية أن تكون هذه البيانات مخزنة في صورة رقمية على أسطوانات CD أو DVD أو على هارد ديسك أو على فلاشات كبيرة الحجم، ومسجلة من القمر الصناعي مثلا أو أي وسيط آخر للتخزين الرقمي. يجب أن يتوفر لدينا برامج كمبيوترية متخصصة ومصممة لمعالجة البيانات الاستشعارية الرقمية، مثل برنامج AirDAS Imagine، برنامج ER Mapper أو برنامج MV أو RGIS وغيرها من البرامج. من خطوات المعالجة الرقمية، لدينا في البداية معالجة تحضيرية Pre-Processing، ثم لدينا عمليات تحسين المرئية Image Enhancement، ثم نحتاج إلى تحويل صيغ المرئيات من صيغة إلى أخرى، ويسمى ذلك Image Transformation. أيضا نحتاج إلى تصنيف المرئيات وتحليلها Image Classification and Analysis. نأتي الآن إلى النقطة الأولى، وهي Pre-Processing أو المعالجة التحضيرية. تشمل هذه المرحلة عددا من الوظائف، أهمها القيام بعمليات التصحيح الهندسي والراديومتري، ومقصود بها راديومتريك and geometric corrections. يضم التصحيح الراديومتري تصحيح البيانات بتخليصها من وجود تشوهات في القيم الرقمية نتيجة وجود عدم انتظام من قبل المستشعر في عملية تسجيل تلك البيانات لسبب أو لآخر، وتعرض المرئية لوجود ضوضاء رقمية في البيانات مصدرها الأساسي إما من عوامل جوية شوشت على عملية التسجيل، أو من قبل المستشعر نفسه يصيبه خلل أو عمى مؤقت في بعض الأحيان. يتم إعادة تصحيح المرئية بحيث تحتوي فقط قدر الإمكان على بيانات الانعكاس بأقرب ما تكون إلى صيغتها الأصلية أو الانبعاث الصادر عن الهدف المرصود. أما التصحيح الهندسي فيشمل تصحيح التشوه الهندسي في المرئية الناجم عن التباين بين شكل الأرض الصحيح وشكل المرئية التي سجلها المستشعر، وإعطاء المرئية إحداثيات حقيقية للأرض، خطوط الطول ودوائر العرض، ويحدث ذلك أحيانا بسبب إزاحة طفيفة للمستشعر على القمر الصناعي، أو تحرك طفيف للقمر، أو عدم ملائمة بين حركة القمر والأرض، فلهذا يتم تصحيح هذه التشوهات الهندسية. النقطة الأخرى تحسين المرئية Image Enhancement. تهدف هذه المرحلة إلى تحسين طريقة عرض المرئية كي تساعد في تفسير وتحليل بصري أفضل وحتى رقمي. ومن أشهر أمثلة التحسين البصري تغيير درجة السطوع والتباين Contrast Stretching واستخدام
الفلاتر أو المرشحات، ما يسمى بالفلترز. تحويل المرئية image transformation. تحقق هذه المرحلة وظائف تشبه مرحلة التحسين السابقة، وإن كانت تختلف عنها في أنه بينما يتم تطبيق عمليات التحسين في المرحلة السابقة على حزمة طيفية واحدة أو باند واحدة، فإن عمليات تحويل المرئية يتم بها تطبيق التحسين على أكثر من حزمة طيفية، ويمكن أن تكون على مجموعة من الحزم مجتمعة سويا، سواء بعمليات الطرح أو الإضافة أو المضاعفة أو القسمة، وهو ما سيؤدي إلى خلق مرئية جديدة من المرئيات الأصلية بعد عملية التحويل، تعرض بشكل أفضل أو تركز على إظهار ظاهرات أو معالم محددة بعينها في المرئية الجديدة. ومن أشهر عمليات التحول تحويل تطبيق معادلة تحليل العامل الرئيسي Principal Components Analysis، والتي تطبق بشكل فعال على المرئيات التي تحوي قنوات طيفية مختلفة. تصنيف المرئية وتحليلها Image Classification and Analysis، عادة تتم عمليات التصنيف على مرئيات متعددة الباندات أو الحزم الطيفية، يتم خلالها توزيع كل بيكسل في المرئية على فئة معينة من فئات التصنيف بناء على القيم الرقمية الإحصائية للبيكسلات، وهناك مناهج مختلفة تتبع في عمليات التصنيف. سوف نشير بإيجاز إلى نوعين منهما، هما التصنيف الموجه والتصنيف غير الموجه لاحقا. في المعالجة التحضيرية Pre-processing، تعرف عمليات المعالجة التحضيرية في بعض الحالات باسم ضبط وتصحيح المرئية Image Restoration and Rectification، وتختص بتصحيح بعض التشوه الذي أصاب المرئية بسبب عوامل نتج بعضها عن القمر الصناعي المستشعر أو حامل المستشعر نفسه، وبعضها الآخر عن عوامل جوية. كما تشكل هذه المرحلة تصحيح التشوهات الهندسية التي أصابت المرئية كما ذكرت سابقا. قد تكون عمليات التصحيح الراديومتري ضرورية نتيجة وجود تباين في بعض العناصر مثل مقدار الإضاءة من الإشعاع الشمسي، هندسة الرؤية أو هندسة التصوير في ظروف جوية معينة، الضوضاء التي استقبلها المستشعر وأثرت على البيانات خلال عمليات الرصد والمسح لمناطق مختلفة من سطح الأرض. تختلف كل هذه العناصر من مستشعر لآخر، كما تختلف باختلاف الظروف الجوية التي يتم خلالها التقاط المرئية، وحتى الفترة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة. قد نلجأ إلى عمليات التصحيح الراديومتري والهندسي في حالة ما إذا كان من المرغوب فيه تحويل أو معايرة converting or calibrating البيانات إلى وحدات إشعاع منبعثة أو مطلقة بهدف تسهيل مقارنة البيانات. فالتباين في هندسة الإضاءة والرؤية illumination and viewing geometry بين المرئيات، وذلك في حالة المستشعرات البصرية optical sensors، يمكن أن تصحح من خلال نمذجة العلاقات الهندسية والمسافة بين المنطقة التي يصورها القمر الصناعي للأرض وكل من الشمس والمستشعر نفسه. مثل هذه البيانات ستكون ضرورية لمرحلة أخرى من المعالجة يتم فيها مقارنة المرئية التي بها تشوه بمرئيات أخرى ملتقطة بمستشعرات مختلفة بتواريخ مختلفة، قد يستفاد منها لعمل موزائيك لمرئيات مختلفة من مستشعر واحد تتشابه فيها ظروف الإضاءة الشمسية من مرئية لأخرى.
فعلى نحو ما درسنا سابقا بأن هناك قدر من التشتت والإشعاع يمران خلال عملية اختراقهما الغلاف الجوي وتفاعلهما معه. يمكن أن يؤدي هذا التشتت إلى التقليل من أو إضعاف الطاقة المنبعثة من سطح الأرض المتجهة نحو المستشعر، وبالتالي سيؤثر ذلك على طريقة تسجيل المستشعر لصورة الهدف نفسه. من أجل التغلب على هذا القصور، فإن هناك عددا من وسائل التصحيح الجوي تتفاوت من مستوى معقد لنمذجة البيانات الجوية من خلال زمن الالتقاط إلى مستوى إحصائي بصلات في الخلايا. وكما نعلم قيم السطوع تتراوح ما بين 0 و255 والمعروفة باسم Brightness Values، وذلك لمنطقة يغلب عليها الظلال مثلا أو منطقة معتمة في المرئية مثل بحيرة واسعة رائقة المياه. في الحالة الأخيرة نقوم بتحديد القيم الأقل اللي هي Minimum Value في المنحنى التكراري للبحيرة، ويكون التصحيح من خلال عملية إسقاط القيمة الأقل أو ما يسمى Subtracting والمسجلة، وتحدد هذه القيمة في كل قناة أو حزمة طيفية على حدة. بما أن التشتت الذي يحدث من قبل الغلاف الجوي يؤثر على وصول قيم الانبعاث والانعكاس من الهدف المرصود، يتم الاعتماد على الطول الموجي، فإن القيمة الأدنى ستختلف من طول موجي إلى آخر تبعا لذلك. تقوم هذه الطريقة على افتراض أن الانعكاس من المظاهر والأهداف المرصودة إذا كان الطقس صحوا سيكون انعكاس محدود إن لم يكن صفرا، لأن التشتت هيمن على القيم الرقمية فسجل قيما عالية. يمكن أن يكون التشوش أو الضوضاء النويز ناجم عن أخطاء تحدث في درجة استجابة المستشعر أو نتيجة خطأ في عملية تسجيل القيم من المستشعر إلى جهاز التسجيل في القمر الصناعي، أو إلى خطأ أثناء عملية نقل البيانات من القمر الصناعي إلى المحطة الأرضية. ومن أشهر الأخطاء المنتمية إلى هذا النوع وجود خطوط مفقودة missing lines أو drop lines أو أحزمة عرضية مشوهة تظهر في الصورة على شكل عرضي أو طولي. من الواجب تصحيح هذه الأخطاء قبل الشروع في عمليات التحسين أو التصنيف. وقد كانت الأحزمة العرضية شائعة في مرئيات المستشعر Multi Spectral Scanner أو الماسح المتعدد الأطياف نتيجة حصول عمليات إزاحة في المستشعر، كان يتم التغلب عليها من خلال إجراء عملية إحصائية بسيطة يتم فيها إحلال القيم الرقمية في الصفوف التي تلي الخط المفقود وقبل الخط المفقود. ومن استخراج المعدل بين هذين الصفين سيمكن استخراج كمية القيمة المفقودة وتعويضها بعملية رقمية إحصائية، فتصبح المنطقة المشوهة نتيجة هذه العملية الإحصائية واضحة. طبعا هي قيم ليست حقيقية تماما، لكن أفضل من أن تكون الصورة مشوهة وتحتوي على أخطاء. عرفنا من قبل أن المرئيات تتعرض لتوزع آخر من التشوه، والتشوه الهندسي الذي ينجم عن عدة عوامل أهمها المنظور الذي تتجه به عدسات البصريات نحو الأرض، وحركة المسح الإلكتروني للمستشعر أو حركة حامل المستشعر نفسه، ارتفاع حامل المستشعر فوق سطح الأرض، سرعة الحركة في القمر الصناعي، نوع التضاريس التي يرصدها القمر، استدارة وتحدب الأرض، دوران الأرض حول نفسها، وهكذا. تهدف عمليات التصحيح الهندسي إلى تعويض المرئية عن هذه التشوهات
حتصبح المرئية قريبة من شكل الأرض كما هو فعليا وفي الحقيقة. معظم هذه التشوهات متوقعة ومنتظمة الحدوث، وبالتالي يمكن تغذية برامج تسجيل ومعالجة المرئيات الفضائية بنماذج خاصة بعمليات التصحيح الهندسي. هناك نوع آخر من الأخطاء يعرف بالأخطاء غير المنتظمة أو العشوائية، unsystematic errors أو random errors، والتي لا يمكن تصحيحها بالنماذج إحصائية جاهزة، ومن ثم يلزم في هذه الحالة إجراء تصحيح هندسي geometric registration للمرئية. تتضمن عملية التصحيح الهندسي تحديد إحداثيات للمرئية صفوف وأعمدة لنقاط مميزة تسمى بنقاط التحكم الأرضي GCP أو Ground Control Point، تسجل على المرئية غير المصححة التي لا تحتوي على مرجعية جغرافية. هناك شكل في الكتاب يوضح ذلك، ثم تضاهى بإحداثيات صحيحة على سطح الأرض من خلال خطوط الطول ودوائر العرض في 4 نقاط على خريطة صحيحة الإحداثيات، النقاط B1 إلى B4 كما هي في الشكل، سواء كانت هذه الخريطة الصحيحة ورقية أو رقمية أو إلكترونية. هذه الطريقة من التصحيح تسمى تصحيح المرئية بناء على خريطة مسجلة سابقا Image Registration to Map، وكلما كان عدد نقاط التحكم الأرضي أكثر من 4 نقاط كانت قدرة الكمبيوتر على تصحيح المرئية أفضل وأكثر دقة. ويمكن أن تتم عملية التصحيح الهندسي بتصحيح مرئية غير مصححة بمعلومية مرئية مصححة، وفي هذه الحالة لا تسمى عملية التصحيح تصحيح جغرافي، لأننا لسنا في حاجة هنا لإدخال أرقام تخص خطوط الطول ودوائر العرض، إنما هذا النوع من التصحيح يطلق عليه Image to Image Registration، يعني نعرف مرئية مجهولة بدلالة مرئية أخرى وليس بدلالة خريطة. تحسين المرئية Image Enhancement تستخدم عملية التحسين لتسهيل عملية التفسير البصري وفهم محتويات المرئية، وتسهم التقنية الرقمية في معالجة الخلايا الرقمية في المرئية بشكل ميسر. وعلى الرغم من أن التصحيحات الراديومترية للتأثيرات التي تغير من الإشعاع الواصل المستشعر أو التأثيرات الجوية يمكن أن تتم قبل توزيع المرئيات على المستخدمين عند بيعها أو توفيرها للجهات البحثية أو المستخدمين الذين يطلبوها، قد تحتفظ المرئية بقدر من التشوهات، الأمر الذي يستوجب إجراء عدد من التحسينات لمعالجة ما تبقى من تشوهات أو عدم وضوح في المرئية. يجب التأكيد على أن التحسين الذي يجري على هذه المرئيات يختلف حسب المنطقة المدروسة واختلاف المظاهر التي يحتاج الباحث إلى تحسين رؤيتها، فما يصلح من تحسين في الكثبان الرملية قد لا يستحسن في استخدامه في الغابات مثلا. ففي المرئية الخام قبل التحسين تشغل القيم المفيدة في التحليل جزءا محدودا من المدى الذي تتوزع فيه البيانات من 0 إلى 255، وحين نقوم بعملية تحسين للتباين فإننا نغير من القيم الأصلية بحيث يتم استخدام الجزء الأكبر من القيم الرقمية، ونقصد بالجزء الأكبر من المنحنى التكراري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في التباين. ولعل الخطوة المفتاحية في فهم عملية تحسين التباين تكمن في فهم المنحنى التكراري للبيانات أو Image Histogram. ففي المنحنى تعرض قيمة السطوع من 0 إلى 255 للبكسلات على الاكس اكسس او المحور الافقي، بينما تعرض تكرارية البكسلات او عددها على المحور الرأسي الواي اكسس. ومن خلال تعديل عرض المدى الذي تقع فيه القيم الرقمية في المنحنى التكراري يمكننا بالتالي الحصول على عدد من اشكال التحسين للمرئية. وهناك العديد من تقنيات ووسائل التحسين سنستعرض بعضها لاحقا. إلى هنا انتهت هذه المحاضرة،
شكرا جزيلا.